بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله على توفيق رب العالمين لوفقنا جميعا لهذا الحضور الكريم. إخواني أحبائي في الله، ولقبل شيء قبل كل شيء باسمكم جميعا أشكر الإخوة الأفاضل اللي هذه السنوات هم ساكن خدامين في هذا العمل هذا لأجل المصلحة العامة لنا كاملين. وأنا كنقول نفسي كنقول دائما الأخ مصطفى قلتها له وخر ما حضرت شيء، ولكن النهار اللي ماشي نموتوا غيديونا في الطياره، حنا معكم، حنا معكم قلبا وقلبا ماديا ومعنويا. ولكن هذا التاريخ هذا راه قديم ماشي صغير، التاريخ هذا راه قديم. ترحموا رحمه الله الاخوه ديالنا اللي كانوا مجتهدين من عام 70 حتى اليومنا هذا، اللي حقوا الامل ديالهم. انا عبد ربي معاهم، عملنا المطار في العروي، راه واحد المده طويله والميف ديالنا وحنا كنفتشوا عليه، ولكن حقا رب العالمين كيوفق الحمد لله ونعمه كبيره، وصلنا لواحد الدرجه كبيره حتى عملنا المطار في العروي. هذا واحد الشيء ما كيتصورش، ما كانش كيتخيل كاع في العقول ديالنا. اللي كيهمنا دابا هنايا هذا الموضوع هذا ضروري حقنا نفتشوا عليه. الحق ما كيتعطاش، خصنا نفتشوا عليه، ولكن خصنا نعرفوا كيفاش. هذه هي المهمه، الحق ديالنا ما كيتعطاش، خصنا نفتشوا عليه ورب العالمين غادي يوفق ان شاء الله، وما نتقلقوش غير بالتي هي احسن، وربي غادي يوصلنا ان شاء الله. كما وصلنا عملنا المطار في الناظور، كذلك دابا غادي نعملوا المجهود ديالنا الجبار ان شاء الله، ما نعياوش، وبالتي هي احسن غادي نمشيو باب ورا باب ان شاء الله. غادي يجي غير رب العالمين غيفوض الامر ان شاء الله بحول الله، غتكون خير ان شاء الله. هذه من جهه، وجهه شكرا لكم كذلك الحضور الكريم اللي عندهم المهمه اللي كتهمكم. هذه المهمه هذه راه ماشي غير لينا، راه الجيل ديالنا، راه ماشي غير الجيل ديالنا، راه الناظور ديالنا. الناظور ما عندوش السياحه، فين السياحه ديالنا حنايا؟ راه الطائره كتمشي معمره بالسياحه للدار البيضاء، ما كتمشيش بالعمال. وحنا خصنا وخصنا حتى الناس السياحه ديالنا يعاونونا، حتى الاداره ديالنا يعاونونا، يوقفوا معنا في هذا الموضوع هذا، خصنا نجلسوا معاهم. علاش هما حنا الناظور ما عندوش السياحه؟ علاش ما عندناش فيه؟ ولكن ما كاين ليه هضر. هذه من جهه. والوليدات ديالنا خصهم يمشيو، اما المساله اللي قال سي سعيد الله يجازيك بخير، انا كنطلب هذا الموضوع هذا يكونوا الاخوه ديالنا عندهم لاجنصات كيخدموا عندهم المعلومات في هذا العمل هذا، وعندهم الافكار في هذا الشيء هذا. لان هذا الخط هذا ماشي تخفف مره واحده، ما يمكنش، مستحيل. وحنا جلسنا معاهم مرارا سنوات، الناس اللي كان عندهم مسؤوليه في هذا الموضوع هذا. اخر شيء قالوا ما عندنا الا رويال ماروك، نخليوها ندخلوا التنافس. وفعلا دخل التنافس، دخلت العربيه، دخلت راينايير، ودخلوا راهم كيخدموا خدامين. هذه التجاره، تجاره. ولكن دابا حنا شنو كيهمنا؟ ماشي عهان ولا راه، حتى المطار دو فرانكفورت، حتى لوفتهانسا اليوم الاخ عنده المعلومات احسن مني، لوفتهانسا اليوم عندها 100 رحلات غادي تنقص 50 رحلات. علاش؟ لان المطار غالي، كلشي كيلعب الدور. هذه من جهه، ولكن حنا بغينا على الاقل بعدا يعطيونا كما قال الاخ ديالنا الله يجازيه بخير سعيد، يعطيونا جوج المرات في الاسبوع فرانكفورت الناظور، ناظور كازا. ماذا بقى 50 الناس تنزل داك 50 الناس وتمشي للطلب، اذا شي مشكل عنده؟ مادام هذه الجثه ديالنا تبقى باش كيقولوا يومين في الطريق من الدار البيضاء حتى الناظور، تنزل تما. حنا كنهضروا حتى الجثه، من اللي يمشي على رجلو عنده امكانيات، اللي يمشي على رجلو عنده امكانيات، ولكن شوفوا على الجثه ديالنا اللي كتمشي للدار البيضاء في لاخور في لابيلانس حتى توصل، الناس كيستناو اسبوع تما. وفين حقنا حنا في هذا الشيء هذا؟ واش حنا ما عندنا شي حق؟ فين الحق ديالنا في هذا الشيء هذا؟ اذا الدوله خصها تساهم، السياحه خصها تساهم، وحنا خصنا نساهموا كما قال الاخوه، خصنا ماشي دابا راه راينايير. بزاف ديال الناس عندهم كيقولوا راينايير رخيصه، ما رخيصه والو. الا عملتي الحساب ما رخيصه والو، الليله كامله ما كتنعسش، وخلص الباكاج وحده، وخلص التاكسي، ومشي ومجي، جمع ما ربحتي الا ضيعتي الوقت. على 100 اورو الا خلصتي شجعتي خوتك وشجعتي كوري كذا. اذا الطائره راهي ماشي مشكل، الطائره ديالنا حنايا، حنا خصنا نعطيو يدي لبعضنا بعض، وخصنا نكونوا مجتهدين ومستمرين ماديا ومعنويا. اخترنا واحد الاخ ديالنا عطينا له عندنا فيه الثقه، ونخليه سوء الظن، نعاونوه نساعدوه باش ينجح، ونجحوا حنايا ماشي هو اللي ينجح، حنا اللي ننجحوا، حنا اللي غادي ننجحوا، ما نبخلوش على نفوسنا. وهذا الشيء راه فيه واحد الخير كبير. انا حسب التجربه ديالي كنساعد
بالاسم ديالي وباسم الجماعه ديالي كنسير كنسعد في وجه الله، وحنا مستعدين معكم ماديا ومعنويا. هذا الخط راه صعيب ولكن راه يكون فيه الخير ان شاء الله، ولكن خص الاستمرار وخص المساعده. هادشي اللي ما تقول اما مثلا يعني الوزارات الخارجيه وزاره النقل وزاره كذا وزيطه. شوف الله عليكم، اول نصيحه ديالي لله، انا مشيت عاود مشيت ماشي واحد المره، خصنا نسقسيو هذا السيد علاش وقفوا هذه الطائره، علاش ايش سبب وقفه الطائره؟ كتمشي شهر 6 وشهر 7 وشهر 8، نعم الله يجازيكم بخير، ولكن وقفتوها علاش؟ بغوا بينونا كما قلت قبل، حضرونا باش نعرفوا شنو ماشي ما نسمعوش من الوزير الخارجيه ولا من الداخليه، لا لا نسمعوا المسؤول السيد اللي كيعمل الحسابات الطائره ديالو شحال كتصرف في السنه وشحال كتدخل في السنه، فين عندك المشكل؟ راه هو كان كيغوتك يقول لك عندنا المشكل في الماده ما يمكنناش يقدد المليار اللي كنخرجوا وقد يدخل عندنا النقص وخصو باش نعوض. وإلا خصو هاد التعويض هذا خصو نفتشو عليه كما قلت لكم، المطار خصو يعاون، السياحه خصها تعاون، الدوله خصها الى اخره، وحنا نعاونوا غيكون الخير ولكن ماشي في اقرب الوقت. حنا نبقاو نفتشو على الحقوق ديالنا راه غيكون خير ان شاء الله، ولكن الا سكتنا حيا كل واحد يقول سوء الظن صافي غير ما غنجحوش. انا كنطلب من الاخوه ديالي يكون حسن الظن بينا، عندنا واحد جوج الاخوه ديالنا خدامين ونساعدوهم ونمشيو وراهم، النهار اللي نجحوا ماشي نجحوهم حنا اللي نجحوا. وشكرا جزيلا على الحضور ديالكم، بارك الله فيكم.